تعتبر حلويات العيد أو ما يعرف بحرينيا وخليجيا بجدوع العيد تعتبر عنصرا أساسيا لاستقبال هذه الأيام السعيدة، حيث تحرص الأسر البحرينية على تقديم ما لذ وطاب من أطباق منوعة محلية وعالمية. وفي هذا العيد جاءت فكرة إرسال جدوع العيد للبيوت استمرارا لهذا التقليد البحريني الأصيل والتزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي. حلويات متنوعة، نكهات مختلفة، تتفنن المخابز في إعدادها ابتهاجا بقدوم عيد الفطر السعيد، فتقوم بتقديمها بأساليب مبتكرة ومميزة لتتناسب وعظمة هذه المناسبة لدى المسلمين خصوصا وإن الاحتفال بالعيد وكسر الصيام هو مبدأ أساسي من مبادئ ديننا الحنيف. صار لأكثر من 30 سنة يعد ويجهز جدوع العيد، واحنا ان شاء الله السنه مثل السنوات القبليه بنحتفل بالعيد على الرغم من التباعد الاجتماعي المفروض علينا، والشيء هذه طبعا نظرا للظروف الحاليه اللي تمر فيها البحرين والعالم كامل، لكن ما يمنعنا ان احنا نحتفل بهالشعيره الاسلاميه، والعيد فرحه وان شاء الله احنا بنحتفل بالعيد في البحرين، حتى لو احنا بنحتفل في بيوتنا لكن بناكل الجدوع وبنكسر صيامنا وإن شاء الله بنجتمع ونعيد العيد مثل ما كان قبل، لكن حاليا على الظروف اللي احنا فيها ما يمنع ان احنا نحتفل بالعيد. احنا قاعدين نجهز الجدوع في كل الأصناف اللي يحبونها الزباين اللي تعاملت انا معاهم من سنين. الإقبال على الطلبيات حلويات العيد لم تنقطع بسبب تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، فما كان من الأسر البحرينية إلا اتخاذ خيار توصيل جدوع العيد لأحبائهم إلى منازلهم، وذلك حفاظا على هذه العادة المتأصلة لدى أبناء البحرين. المحل صار له أكثر من 30 سنة يجهز الجدوع، وإحنا مسؤوليتنا بس نجهز الجدوع، لكن السنة هذه نظرا للظروف اللي تمر فيها البحرين والعالم صار الاحتفال داخل الأسرة الواحدة بروحها، فما يطلعون برا عشان يستلمون جدوعهم، فاحنا صار علينا مسؤوليتنا نوصل الجدوع لعندهم، ولان العائله تحتفل بالعيد عائله مصغره، الجد والجده والافراد كلهم ما يتجمعون في مكان واحد، صرنا احنا نوصل الجدوع حق كل فرد او حق كل عائله بروحها، يعني الجده او الجد يهدي الافراد العائله الثانيه الجدوع، فصرنا احنا نودي الجدوع حق البيوت كلها اللي متعودين يتجمعون كلهم في بيت واحد. أطباق متعددة ترضي جميع الأذواق، تخطب حواس متذوقيها وتساعدهم على الإحساس بحلاوة العيد، لتترك بداخلهم ذكرى جميلة لا تنسى، تعايشوا معها وعاشوها بكافة تفاصيلها بالرغم من تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في هذا العيد. جدوع العيد ضيافة بحرينية أصيلة، يحرص أبناء البحرين على تقديم ما لذ وطاب في هذه الأيام السعيدة خصوصا وأن الاحتفال بالعيد شعيرة أساسية من شعائر ديننا الحنيف. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.